إذا كنت تعاني من الإحساس المتكرر الجارف بالغضب أو الإحباط أو الخذلان، فالمشكلة يمكن ما تكون في الناس أو الظروف أو الأحداث، المشكلة يمكن تكون في توقعاتك. إحنا بلا شك مجبولين على التوقع وانتظار النتائج. لما نعمل على مشروع معين طبيعي نتوقع ثمار هذا المشروع، لما نكون طرف في علاقة إنسانية طبيعي نتوقع من الطرف الآخر تفاعل معين بحسب هذه العلاقة. من غير المنطقي أنك تسعى لإلغاء توقعاتك تماماً، لكن المنطق يقول أن هذه التوقعات لابد أنها تكون واقعية ومعتدلة. عشان نحافظ على منطقية توقعاتنا، أولاً لازم ننظر بإنصاف للمجهود اللي نبذله عشان نحصل على هذه التوقعات. هل هذا المجهود كافي؟ أو أن تحيزنا اللاواعي لأنفسنا يخليه أكبر من حقيقته؟ ثانياً، في بعض الأحيان سوء الفهم وقلة الإدراك تخلينا نظن أن نصيبنا في الحياة أقل من توقعاتنا أو مما نستحق. ثالثاً، مهم نتذكر أن الرياح لا تجري دائماً بما تشتهي السفن، وأن مو كل الناس بيقابلون الإحسان بالإحسان، وأن ضبط الميزان بين الرضا والطموح في كل شيء هو واحد من أهم مفاتيح الحياة الطيبة.